يا هلا والله وحياكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. أرحب فيكم وأحييكم كل اللي يتابعونا كبار وصغار. مستأنسين ولا ما كنتم مستأنسين؟ اليوم بيغير إن شاء الله الفقرات بتغير مودكم وأجواءكم، وراح نعرف الجديد وإيش اللي صاير بعد كل الفقرات إن شاء الله. هنتعلم الكثير. مساء عليكم بالخير ولم يا غالب. مساء الخير. عارف ليش قاعد تضحكي؟ مساء النور عليك فراد. أكيد ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتجددة والمتميزة. وأكيد ساعة راح نقضيها معاكم بكل حب. مشكلة يا طراد إذا بدأنا الحلقة بضحك، خلاص طول الحلقة تكون ضحك. مشكلة تعرف البرنامج اللي بيصير تحت الهواء، هذه مصيبة ثانية. عموما احنا موضوعنا اليوم موضوع مختلف ونقاط حنتناقش فيها من أرض الواقع اللي حاصلة تحديدا في أوروبا واليابان وكثير من الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا. ليش؟ لأنه صرنا نسمع كثير من الدول المتقدمة بيستبدلوا موظفينهم بروبوتات، وهذا واقع. صحيح تراد، في كثير كانوا مؤيدين لهذه الخطوة، وكمان في كانوا معارضين جدا بهذه الخطوة لأنه قالوا مستحيل أنكم تستبدلوا قدرات الإنسان بالروبوت الآلي اللي ممكن يحل محل الإنسان في الدوامات، ممكن تلاقوهم معاكم، ممكن يكون في يوم من الأيام مديرك أو ممكن يكون زميلك في العمل. فهل من جد ممكن تتخيلوا هذا ممكن يصير في المستقبل، نقعد نستبدل موظفين بروبوت آلي؟ والله شوفي، دام انه بداوا فيها اعتقد انه، وشفنا افلام كثيره فيها فوركاستنج او تربوات للمستقبل، فاعتقد من الممكن. في ناس رفضت وفي ناس وافقت. نبي نعرف كمان ارائكم اذا رفضتوا ولا وافقتوا وليش، من خلال السؤال اللي طرحناه امس في تويتر. هل من الممكن ان توافق ان يكون مديرك او زميلك في العمل روبوت، ولماذا؟ نشوف مع بعض. أنا متخيل أن الأجوبة راح تكون جدا مضحكة وراح نبدأها مع دقنا. تقول لا طبعا لازم المناقرات والتنافس والهرج وأشكيلك وتشكيلي، ما هي حياة إذا ما فيها تفاعل بين البشر، راح تروح اللغة مجرد تخيل، انخنقت خلاص. شكلها حقت مشاكل دقنا. كثير انخنقوا بالتخيل. حقت فضفضة أيميد تقول لا ما راح أوافق لأنه كل الأوامر حتكون مبرمجة مسبقا، فما راح يكون في تعامل وتفاهم، حتى الأفكار والآراء والأعذار ما راح يكون لها وجود صادقة. راح تكون إنتاجية أكبر إذا كان ما في أعذار. بس حيكون في ظلم أوقات على صحيح. فكرة. صحيح. ذكرى إيش تقول؟ لا لأنه النظام نظام ما يمديني أوضح له أي توضيح، ولا راح يتأخر ثاني عن موعد العمل. فيا زين الإنسان زيناه. الله، عرفت وجهة نظرك يا ذكرى. هي ذكرى في أوقات روبوتات أفضل من الناس، عشان نكون برضو منصفين. لا لا، وجهة نظري. جوجو تقول لا ما راح اوافق تصير مديرتي روبوت، اخر الزمن كيف اتناقش معها بالله وتتامر علي بعد، وهي في النهايه روبوت حتى شكلها يضحك. من جد ما حقيقي جد ما اقدر. ارويش تقول؟ لا يفتقر للفهم والذكاء العاطفي وحل المشكلات والتعامل مع المواقف. راح نسوي لكم روبوتات يعني متفهمه شويه. طبعا. موجه تقول، موجه الغدير، لا للأسف ما أقبل لأنه راح نفتقد لروح المودة والرحمة، التعاون والإنسانية في التعامل. فعلاً ويسعد مساكم يا رب. طب لو أضافوا هذه الخواص أي ممكن. لينا حاتم إيش تقول؟ لا يعني بشدة حالات المديرة تمنين عليها، طلعك بدري تاخذين إجازة من غير ميعاد، وكذلك فإذا روبوت ما في مجال للتفاهم أصلاً. والله يعني عرفت وجهة نظركم كلها. قوانين صارمة حتكون، يبغوا في ناس بتتفلت شوية. مهاوي تقول لا ما راح أقبل لأن كل شيء راح يصير بشكل ممل، ما راح يصير في مناقرات في العمل. ويسعد مساكم لولو طراد. أوكي فهمنا. مساك يا مهاوي. نروح لزوز الزهراني تقول لا لأنه في أي وقت يعطل ولا يستفاد منه، ولا نتخيل في يوم من الأيام أن نكون كذا. ويسعد مساكم لميا وطراد ومساك يا زوز. عائشة العامر، أنا عن نفسي أوافق لأنه حلو التطور والارتقاء، وبكذا بلدنا يصير من ضمن الدول المتطورة لأننا بعصر التطور. ويسعد مساكم لمية أطراد. طيب حنتطور بس من غير ما نتواصل؟ أول الموافقين لهذه الردود، إيش رأيك طراد؟
تخيلي بالله انا اقدم البرنامج ومعايا روبوت. لا لا انت ما راح تستغنى عني، انا عارف انك تلمح لمح لا بس عادي يعني انا حاطيك جوك اليوم. بس نحن لو اخذنا الموضوع من ناحيه ايجابيه وتكلمنا بايجابيه راح نستفيد من الروبوت باشياء جدا كثيره. يعني مثلا ما راح يكون عندكم منافس في مجال العمل يغار منكم، يفتن عليكم، يحرش عليكم المدير، فراح يكون حاله حال نفسه فعلا. واقف في مكانه او جالس في مكتبه يؤدي وظيفته، يشتغل شغله ويمشي مع السلامة، لا هروج وقت الدوام ولا قيل وقال ولا غيرة وحسد. أوف أوف يعني أوف حقيقة أنا أخذها بنظرة إيجابية. والله أنت وإذا كان المدير هو مديرك في العمل روبوت فهذه تختلف صراحة على حسب احتياجات الإنسان اللي ممكن يشتغل في هذه الوظيفة. في ناس كثير ممكن تتأقلم مع الروبوتات، يعني في ناس كثير يشدهم الأجواء الآلية والعالم الافتراضي والأشياء هذه، فممكن تتأقلم كثير وفي النهاية تختلف من شخص لآخر. أنت يعني أنت مع الآن؟ أنت لا أنا قلت لو بناخذها بنظرة إيجابية. أيه. بس أنا ضد طبعاً. إيه بس إيه لا حول ما عرفت اللي كم. لا أنا ضد بس لو أخذناها بنظرة إيجابية. أوكي يعني بس ما راح تخلص مني في النهاية. يعني لا أبدا بالعكس يعني مستحيل ما حقدر أنا أستغنى عن خدماتك فيها حقيقة. عندك أفكار وأمور ما الواحد ما يقدر يستغنى عنها حقيقة. أيه ما شاء الله عليك، فهذا شيء من الأشياء اللي أنا عارف إنه يبسطك الكلام هذا، بس في الأول والأخير حقيقة البشر يعني في 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 عواطف أوقات، في مشاعر تعطيك مؤشرات وتعطيك حاجات ودفعات تخليك تقول أوقات كلام ما هو في البال او ما هو موجود في السكريبت مثلا خلينا نقول. صحيح. صح. فالروبوت لا حيديك ممكن هو يقول اخبار مبرمجه اوتو كيو يقول الاخبار اوكي، لكن في الامور هذه ما ينفع. نفس الشيء في الشركات اوقات احنا نحتاج للالفه والوقفه جنب الثاني. على فكره اوقات مكان العمل يكون بيئة ثانية الواحد يخلقها لنفسه عشان يكون علاقات جيدة. صحيح. فما ينفع أتعامل مع روبوت وأفضل طول الوقت يعني حضارب مع ذبان وجهي، ما ينفع. بس والله أنا أتراد لو أخذتها بنظرة إيجابية صدقني راح يستفيدوا منها، راح تزيد الإنتاجية في العمل، راح يكون ما في شجارات وخلافات كثير ممكن تكون في العمل. يعني حقيقي ممكن الروبوت يغير أشياء كثير، وصرنا أتوقع في زمن الآن بعض المشاعر ممكن تكون كاذبة جدا، فما نحتاج هذه العواطف والمشاعر، ونحن نقدر نشتغل اصلا صادقة. بدون عواطف او مشاعر. صادقه بس انا اتكلم عن شوفي هي حكايه انا في فاصل، هو لازم في فصل في العمل، ولكن احنا لا تخلي روبوت يجبرك على العمل الصحيح. احنا المفروض أيوة. الانتاجيه والاتقان في العمل ترى المفروض من داخلنا ك ك ك كناس تحب العمل اللي احنا اللي بتعمله او بتحاول انها تكون منصفه في العمل اللي هي بتسويه، مو نجيب روبوت عشان يخلينا كويسين ولا يخلينا يعني الواحد يحكم عقله وقلبه في الاخير. والله بس حقيقه يعني بمجرد التخيل كذا تخيلنا مع بعض شيء ممكن يصير. ليش مش ممكن؟ انا من قبل كذا شفت تخيلت لك قلت لك الكاميرات هذه ممكن تصير كاميرمان. والله على راسي احبكم كلكم يعطيكم العافيه، انا عارف انكم مركزين معي، بس يعني تخيل لو الكاميرا تتحرك بطريقه معينه، بس المخرج مثلا زي استاذ خالد يعطيه العافيه هو يحركها من جوا الكنترول بس وتتحرك دائر ما يدور الاستوديو. مو بس كذا يعني تخيل اذا كان روبوت يطبخ لك اكلك كل يوم، الله، او روبوت تي بوي او روبوت، يعني في اشياء كثير صراحه ممكن نستفيد منها. يعانى لميا يعانى لا لا ممكن نستخدمه ترى صار فيه على فكره طلعناها. ايوه طلعناها. بالضبط. فعشان كذا يعني هذول ممكن، لكن في العمل ومديرك في العمل صعبه شوي. مصيبه حتكون. مصيبه صدقيني راح تكون. صح. نكمل اللي بيهربوا من الدوامات. اي أيوة والله حيكون في شيء ستريكت. طيب نكمل مع بعض. غدوش الشهر تقول انا طبعا حوافق ان تكون المديره روبوت، بنتقم منها وبصورها بحطها في سناب وبنطقطق عليها انا وصديقاتي بلا اي رحمه. حلو حلو غدوش، ثاني موافقه عشان كذا ما حيتنا ولا كل شيء. ما حيصير. بالضبط. احمد المحاسن يقول طبعا بوافق لانه دائما تكون نفسيه المدير معقده في الصباح على الاقل، يمكن لما يكون روبوت يمكن يحس شوي ويعاملنا. والله دقة قوية. أحمد شايل على مديرة. والله يا أبو حميد هذه الكلمة اللي قاعد أقولها، أوقات الروبوت يكون أفضل من من, أيوة. من بشر. معليش. نوري تقول لا كمدير أوافق وبقوة، لأنه ما حيتصرف ويعامل الناس اللي عنده على حسب مزاجه لما يكون رايق ولما يكون بنفس، والتعامل فوق كل شيء. حلو يا نوري. نروح لمرام تقول أكيد لا طبعا، لأنه ممكن ما يقدر يتحمل ضغوطات الشغل، وفي يوم من الأيام ممكن يجن وينفجر، وصراحة أنا أخاف على نفسي. مرام خايفة على نفسها من الحين. لا ولا لأنه بتصير صارت حاجات. صحيح. هي حاطة في بالها الموضوع خلاص أنه حيتم.
بس كويس انا مجهز نفسي. لو جاي تقول ممكن اوافق ليش لا، خصوصا انه بيعاملنا كلنا سواسية عكس البشر. والله يا دقات في البشر. اي والله قلت له انا اولهم انا معاهم. احمد دقنا ايش يقول؟ احمد اوافق بقوة. ليش؟ عشان اذا صارت مشكلة بيني وبينه يمديني اضرب ضرب لين ما يطفي، ما يقدر يقاوم. اما اذا كان حقيقي لا، ما يمديني اضربه. ليش الناس تبغى تنتقم؟ ماني عارف ايش الطاقه السلبيه اللي من زملائهم بالعمل. شيء غريب صراحه والله. لا لانه فعلا في ناس يرفع الضغط. سلافه تقول لا لانه بياخذ وظيفه ادمي بالتالي تزيد البطاله. طيب اوكي، وبعض الوظائف ممكن تنقرض بسبب الروبوت والعمل حلو بالتعاون، كيف اتعاون مع كتله حديد؟ طب اذا كان الروبوت يشتغل احسن من البشري نفسه ايش نقول لك؟ لانه مبرمج ما يتعب. البشر يتعبوا. غيداء ايش تقول غيداء؟ لا اوافق، اخر عمري انا انسانه لحم ودم واعصاب واحساس ودراسه وكفاح وتعب وتحصيلي وجامعه واخرتها مديري ريبورت. لن أرضخ. الله عليك ولن يا غيداء. أرضخ. والله مسكينه. والله تعبتني وانا اقرا السطرين هذول. والله تعب. الرد الاخير مريم تقول لا ايوه اوافق عشان اسوي شغلي وانا مرتاحه، ما في احد يخرج حرته فيا او يتعامل معايا بمزاجه. يا سلام، هذه دقه في المدراء، ويمديني اخذ راحتي في تعابير وجهي. الله عليك يا مريم. في النهايه ما اكتشفنا افراد، يعني في مؤيدين وفي معارضين في نفس الوقت، وانا كمان مؤيده ومعارضه. شوفي. وانت مؤيد ومعارض. انا اقول لك حاجه، بغض النظر عن نوافق ولا ما نوافق، السؤال اللي طرحناه اليوم هدفه جدا واضح، مو بس عشان نطرح السؤال ونفكر اذا في روبوت ولا لا، في الاخير هي اقدار قد تحصل وقد لا تحصل على حسب ايش ما يصير وايش ما ايش ما يكون في الزمن اللي احنا فيه، لكن الاهم انه احنا نتخيل التخيل هذا عشان نعرف نخاف الله في تعاملاتنا مع الناس. اذا كنا مدراء يا ريت بس شويه رحمه وشويه رأفه وانسانيه وتعامل بعقلانيه وبانصاف، ولو كنا موظفين عاديين نتمنى ان احنا نتقن وننصف في عملنا ونحاول نعطي عملنا جهد يعني وقت اكبر بدل ما نضيعه في وقت فاضي ويستبدلونا بعد كده بروبوت ونزعل. كنت بقول هذه الكلمه في النهايه، يستبدلونا بروبوت ونزعل. وليش؟ ممكن حقيقي يسبب عطاله في المجتمع، ممكن الشباب ما يبداوا يلاقوا وظائف. بس حقيقي انا اتوقع في يوم من الايام اذا صار هذا الامر ممكن نحط في هذا الموقف ونكون جبلنا ونحن عرضنا نفسنا لهذا الموقف. في النهايه وش ممكن يصير؟ كل شيء ممكن يصير، وخصوصا انه نحن في عصر التكنولوجيا. جهزوا نفسكم عموما، ما نعرف ايش اللي يحصل، وجهزوا نفسكم برضو للفقره الجايه في للشباب الهاوي، وايضا فقرات كثيره ثانيه حنستمتع معاكم فيها، غير ايضا الاخبار والسوالف اللي بتكون معنا كل يوم. والسلطنه اليوم حتكون على ودنا. كل هذا واكثر بعد الفاصل في ساعه شباب، راجعين.